هل يمكن أن يكون الأب والجد من أهل الفروض والتعصيب في نفس الوقت؟ نعم، يكون من أهل الفروض ومن التعصيب. إذا لم تستغرق الفروض، الأب والجد يأخذان فرضهما، فإذا بقي بعد الفروض شيء يأخذانه بالتعصيب، فيجمع بين الفرض والتعصيب. نعم، أحسن الله إليك. يقول مثلا لو كان هناك أب وبنت أو جد وبنت، فالبنت تأخذ النصف فرضا، ويأخذ الأب أو الجد السدس فرضا، وما بقي بعد النصف والسدس وهو مقدار الثلث يرجع إليه تعصيبا، فيجمع بين الفرض والتعصيب. نعم.